الثاني اللي عم بينادوا باسم الديمقراطية واسم الانفتاح شو في التفكك الأسري؟ شو في حالات الإدمان اللي عندهم؟ شو في التشرد بالشوارع؟ البنت بعمر 13 سنة بأوروبا تطلع لبرات بيت أهلها وتروح تعتمد على حالها، بأمريكا عمره 16 سنة يلا تفضل طلع برات البيت. نعم؟ نحن إذا بيقعد ابنك عندك 40 50 سنة هو ابنك يعني بعد ما بتجوزي وبتحطيه بنفس البيت ما في نحن هذا الرابط هن مفتقدينه. لهيك هن على فكرة عم يزرعوا براس اولادنا ومجتمعنا اشياء بيتمنوا دمارنا لانه هن مدمرين هن يعني بيغاروا نحن اصلا بطل عندنا شيء هون غير هيدا الترابط يمكن الاسري والعائلة فقط. انا على بالي هيك باخر جلستنا الحلوة وهالزيارة الحلوة يلي شرفتوني فيها اليوم تطلعوا ببعضكم وتعترفوا كل واحد للتاني بشي مش قايلينه قبل. طلعي فيها لصفاء، قولي لها ماما صفاء في شي مثلا بعد مش قايلتيه؟ شي بعد مالي قايل؟ تذكري، افتحي البوكس، افتحي من جوا شي يمكن تتغزلي بامك، يمكن بطبعه بكاركتر، يمكن توعى الصبح بتضايقي. خليها هي تعترف اول، بتوعيكي بكير وانت بتكوني بدك تنامي. حيلا شيء اعترافات هي أي يعني انه شو حيلا في يكون طبعه في يكون تصرفات هنيالي شو بكي لا في شيء خطير ما بتصدقي قد ايه انا مبطيء القهوه يا روحي انت وانا بعمل لك اياها كل مره وانا بتكون عم تطلع عيني وانا عم بعمل لك اياها بس God. بحب اعمل لك اياها وكل ما بعمل لك اياها شو بقول لك بالله عليك كيف في فنجان القهوه مو اطيب فنجان قهوه بتشربيه بحياتك يمكن عم بعملها طب وانت كمان ما بحب القهوه ابدا الصبح لا ما فيني اقول بتوترني من ناحيتين يعني ناحيه سلبيه وناحيه ايجابيه يعني املي قادره تستفزني يعني بتعرف شو الشيء اللي بيستفزني فممكن تقوله او تتصرفه تخليني استفز الناحيه هي السلبيه. الناحيه الايجابيه انه انا من كثر خوفي وحرصي عليها حبي لما بيجي بقول لها قولي حبي اي والله حبي اي قولي واكيد حبيني اكيد حب ماما كم مره بقول لك بحبك باليوم وقد ايه بتحبيني؟ اي هذا السؤال اللي بيلعي قلبي كل يوم قد ايه بتحبيني من 10؟ طب بتحبيني؟ كل ماما شايفه حالي انا ماما بتحبيني شوفي نفس الحاله ماما اعطيني بوس اعطيني حنان انا بكون تعرف شو يعني بدي بس نام فهي البوسه والحنان خلص يعني فقسوا لك نومتك عرفتي كيف انه ايه ماما ماما سؤال بس ابى سكر الباب بتحبيني عم احلي عرفتي شو ما جاوبتي اللي بتحب حبك لا انا شايفه كله سلبي ما شفت شيء ايجابي لا هي علاقتي فيها هيك نحن نائر ونقير بس على حب 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 ما بيعلم فيه غير الله ما حدا بيقدر يضحكني بالعالم غير املي ما حدا بيقدر يضحكها من قلبها غير يعني هاي العلاقة الطردية ما بيني وبينها فظيعة